بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامج اسأل ولا حرج للتواصل معنا للاستفسار للاسترشاد لطرح الأسئلة للاقتراح وللتعليق رقم الهاتف لمدكم طيلة أيام الأسبوع صفر صفر ميتين وستاش ثلاثة ثمانية إضافة إلى العنوان الإلكتروني اسأل تي في نقطة تي كما أذكركم أن كافة حلقات البرنامج موجودة على المواقع التالية موقع التلفزة التونسية الوطنية 2 أيضا الوطنية اثنين ريبلاي وخاصة موقع اليوتيوب اسأل ولا حرج بالعربية وبالأحرف اللاتينية تلقاو كافة الحلقات وإذا كان حسكم على بحلقة معينة تحطوا التاريخ يرافقنا كالعاده للاجابه على اسئلتكم واستفساراتكم وللاضافه في المواضيع الفقهيه والشرعيه المقترحه من خلالها فضيله الدكتور ابراهيم الشيبي، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، بتحيه الاسلام احييكم جميعا وتحيه الاسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الحكمه وفصل الخطاب فيما نقدمه لاحبائنا واعزائنا واوفيائنا من جواب. امين يا رب العالمين البدايه ستكون بالمكالمات الهاتفيه ومعنا الخط خونا سي ابراهيم من باجة السلام عليكم سي ابراهيم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك بيك. تحياتنا ليك ولمشاهدينا الكرام في باجة الكل او اينما كانوا وهم اصلي الولايه أه سي ابراهيم قداش عندك من سؤال ثلاثه اسئله على ما اظن هكا ثلاثه اسئله ان شاء نعم. الله نعم. نعم ان شاء الله نبدا بالسؤال الاول تفضل باهي قول الله سبحانه وتعالى ايوه يا ايها أيوة الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ايوه. فهمت ولكن استثنى يعني انا يقول فمن كان منكم مريضا او على او على سفر اي فعده من ايام اخرى. ايوه. طيب بالنسبه مثلا حسب حسب ثاني انا سامحني يا اتفضل. بالنسبه مثلا انسان معناه مريض او سافر. اي. انا ارجع من السفر بتاعه ولا ربي شفاه. فهمتني معناها باش يعاوضهم كما هذا الفتره. ايوه. ولكن كيف انسان عنده مرض مزمن حشيك اي معناها بالنسبه لي انا تو ثلاث سنين حشيك فهمت ولا معناها ما نجمش باش نصيم اللطف عليك يعيش بارك الله فيك ربي يشفيك ايوه اي ال 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 يعني قضاء او فديه او كفاره معناها بالنسبه للصيام في المرض المزمن يعني. هذا هو السؤال هذا السؤال صحيح به هذا السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثاني به جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سوره الاسراء ايوه وإذا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أمر... أمرنا مطرفيها نعرف كلمة مطرفيش شنو معناها مطرفيها م... م... كلمة مطرفيها هي مبدئيا جاي من الطرف يعني ثراء الفاحش به آه... ان شاء الله أكون وفقت في الإجابة دكتور السؤال الثالث السؤال الثالث هو بصراحة يخص أختي, أختي لكن سامحوني فيك باش نقول لكم السؤال تفضل تفضل أختي عندها عندها زوجها توفى لكن ما صلاش هو. آه الله يرحمه أيوه. الله يرحمه. أيوة. إذاً. باهي تقول هي إيه. تقول تماشي وهل يجوز؟ هل يجوز معناها في كل صلاة تصلي في كل وقت معناها بتاع الصلاة؟ آه تصلي عنها معناها تقضي تقضي عنها صلواته الفائتة. هكا. تصلي وقتين معناها وقتين. وقت أي واضح, واضح 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 السؤال. اقعد معنا سي ابراهيم طبعا الاجابات يقدمها لك فضيله الدكتور ابراهيم وليس الاسم وربي يجيب القسم كما يقولوا دكتور الصيام ومعناها عدم التمكن من ذلك بسبب المرض المزمن يعني لا يمكن في هذه الحاله ان نقضي مطلقا ما عادش نجم معناها بالمر كيفاش والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وسلم والولاه. ايوه اذا عجز الانسان المسلم على الصوم عجزا مؤقتا أي؟ أيوة. فهذا عليه القضاء نعم. بعدة من ايام اخرى اي أخر. أيوة. في الايام القادمه يقضي ما عجز عنه بسبب مرض او سفر او شيء من هذا القبيل نعم. اما اذا كان العجز هذا عجزا دائما فما يترتب عليه هو الإطعام نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفي بعض القراءات مساكين نعم. يعني يطعم عن كل يوم أفطر فيه يطعم مسكين فهذه تسمى الفدية لكن إذا كان هذا العذر عذرا مؤقتا كما يقول الإمام العمريتي في منظومته الشهيرة وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر حمل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد عطش جوعه كبر اذا كانت هذه الامور يعني كلها تبيح الفطر فمنها ما يبيح الفطر ويوجب القضاء ومنها ما يبيح الفطر ويوجب الاطعام اي الفديه وإذا عجز عن هذا وذاك كان الإنسان ليس له طاقة للصوم وليس له له مال ينتظر نعم. حتى يتيسر أمره ويقدم نعم. عليه بالإطعام يفدي مهم. وإلا يعني فذمت في حالة المرض المزمن وهي حالة الفدية هي الإطعام يخرج على كل يوم يعني أفطر في شهر رمضان نعم. وجبتين مشبعتين فطور وسحور وسحور أو أقل من ذلك أو أكثر حسب حسب الاستطاعة حسب الاستطاعة من أوسط ما تطعمون أهليكم يقدرهم يقدرها نعم. بصاع مثل زكاة الفطر إذا كان أقل يقدرها حتى بربع ساعة يعني حسب الطاقة حسب الطاقة 17 أكثر أقل نعم من أوسط ويمكن ما تطعمون نعم يمكن أهليكم. أن يكون ذلك مالاً معناه نعم مال يكون ربما أسهل أي. للمعطي أيسر وأنجع وأنجع بالنسبة نعم. للمعطى واضح. إليه ربما بيه. بالنسبة للمرض المزمن الفدية والفدية آه ربما أن تكون مال في حالتنا الاجتماعيه والاقتصاديه الراهنه يكون افضل كل يوم ما يقارب فطور وسحور أه انت دائما دكتور تقول زكات يعني مقدار زكاه الفطر عن, يعني عن كل يوم عن كل يوم من الاصل فيه الاطعام ربع, ربع الساعه يعني أي. حفنه ساعة اربع امداد بالمد نعم. النبوي بي. فاد يعني ما يعني واللي عليه يخرج اكثر واللي ما في حالوش يخرج اقل حسب الاستطاعة. <applause> السؤال الثاني سال سي ابراهيم من باجه على الايه الشهيره خلينا نقول معروفه هي من سوره الاسراء يعني و اراد بالذات ان يسال عن عباره أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها اذا اردنا ان نهلك قريه واذا اردنا نهلك واذا اردنا نهلك قريه امرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليه نعم القول فدمرناها تدميرا مطر فيها هو يسأل عن معنى مترفيها فيها جمع مترف ما هو المترف حسب يعني تقديري الشخصي البسيط المتواضع جاي من الطرف يعني طبعا هي جاي من من الطرف ولكن ليس بالمعنى اللغوي فقط يعني نعم. الطرف هو المنعمون المقصود بهم هو هؤلاء القوم الذين كانوا مترفين يعني في مكه لان نعم. سخروا اموالهم وسخروا يعني قوتهم وسخروا يعني كل وسائلهم لصد عن يعني الدعوه نعم. امام في وجه الـ يعني الإسلام المسلمين الذين كانوا يعني ضعفاء, ضعفاء الحالة بارك الله فيك، نعم فهؤلاء رب سبحانه وتعالى يعني يقول إذا أردنا أن نهلك قرية يعني ليس يرد الله سبحانه وتعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى ساقهم إلى المعصية وكذا وبعد ذلك يعني عاقبهم نعم على معصيتهم ولكن يعني يقول أمرنا مترفية ما معنى أمرنا أمرنا يعني أمرناهم بالطاعة. نعم. وليس يعني أمرناهم بالفسق. بالفسق فأمرناهم ففسقوا. نفصل بين أمرنا مترفيها نعم. وبين ففسقوا, ففسقوا فيه. فيها. ففسقوا نعم. فيها، ولأن هناك مثلاً قراءة شاذة تقول أمرنا مترفيها. يعني أمرنا جعلناهم أمراء. أمراء يأمرون أو أمرنا آه يعني ليست قراءة شاذة ولكن هي ما قراءة يعقوب وغيره لكن القراءات المشهورة نعم. هي تقول أمرنا هذه القراءة وليست أمرنا ولا آمرنا. هناك نعم. من يجعلها مزيداً أمرناهم يعني أمرناهم بالطاعة. يعني بعثناهم رسول فسقوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول آب نعم يعني اعطيناهم الحجج والبراهين والادله والطريق امامهم ومع ذلك فسقوا بمعنى خرجوا عن طاعه الله نعم وتمردوا عن عن طاعه الله يعني وهنا يحق عليه القول، فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، حق عليه القول يعني حق عليه العذاب، نعم. دمرناها تدمير كما يعني ما وده. يقال أي الان أي أي أي. الاباده والطمس يعني نعم. طمس الاثر وهذا هذا. ما ما علماء الاجتماع معناها اذا كانوا اذا كان مطرف القوم يعني بمعنى علية القوم وصفة القوم ونخبه المجتمع واغنياء واثرياء وكبراءه معناها على شا... على درجه من الانحلال الاخلاقي و يعني سوء السيره والسلوك فان الدمار يحل بذلك المجتمع هكا ولا دكتور هو الاصل كما يقال الناس على دين ملوكهم نعم وسيدنا عمر يقول الناس كالطير اذا راوكم وقعتم وقعوا يعني قلدوا اصحاب الشأن اصحاب الشأن والمال والجاه والمناصب سورة القوم بالضبط فلذلك يعني الاولى كون يا علماء يعني يا معشر العلماء يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد نعم يعني من بمن ستستجير اذا كان الناس هؤلاء وبمن ستقتدي؟ نعم فهذه نعم. إشكالية القدوة الآن نعم. وخاصة بالنسبة للشباب الآن يعني أضاع البوصلة وهي مفقودة نعم لأن القدوة لم تعد يعني في العلم وفي الفضل وفي الأخلاق وكذا أصبحت القدوة وكأنها في الصعلكة أو القدوة وكأنها في التعدي في أو في اكتساب المال بأي, نعم طريقة بأي طريقة أو في الظهور والشهرة بأي وسيلة نعم فهذا نعم. كله فالترف هنا هو ترف من باب المنعمون وحي. الذين يتوفر لديهم كل شيء هاي. وهناك ناس يعني هو ابتلاء هو الله سبحانه وتعالى يبتلى الانسان بالخير والشر نعم. يبتليه يعني بالمال والله. ويراه اين ينفقه ويبتليه بغير ذلك وهذا ابتلاء يعني امتحان صحيح. واختبار صحيح. يقول سي ابراهيم ايضا من باجه انه شقيقته زوجها لم يصلي في قائم حياته هل لها ان يعني تسدد ذلك الدين خليني نقول وتصلي عنه وتنوي ذلك او ثوابه الى روحه اذا كان صحت العباره الاصل يعني كون ترك الصلاه هو كبيره من نعم. الكبائر صحيح والعلماء فريقين هناك من يرى ان ترك الصلاه يعني كفر مم. وهناك من يرى انه كفر ولكن غير مخرج من تهاونا وتكاسلا نعم مش من وجحدها لان هناك لان هذه قضيه ما نعيش الان من ارهاب وكذا سببه عدم التمييز في مساله التكفير نعم. هناك تكفير بالنوع وهناك تكفير بالشخص فعندما تقول كل من يفعل هذا الشيء هو كافر نعم. هذا شيء وعندما تقول ان فلان كافر فهذا كفرت الشخص فالعلماء قال الذي يعني يجحد الصلاه مش مسلم تقول الصلاه تقول انا مش بالصلاه أي. الصوم انا لا اعتبره مارف. بينما الذي ثم مكالمه يعني نعم ما نسالش ان انا الاجابه باختصار تحتاج الى بعض التفصيل آه تحتاج ربما. الى بعض التفصيل ملأ. ناخذ مكالمه الاخت فاطمه من غار الدماء ولاية جندوبة سلام عليكم أختي فاطمة السلامة بابا مرحبا بك تحيتنا ليك ولي كلامكم و... بارك الله فيك يا حليم أنا نسمعكم بخشوع خلي واحد يقرأ القرآن واللي يصلي يبدأ في بين أيدي الله يبدأ يركع ويسجد أنا على الأخت اللي اللي قلت على النميمة والكل نعم أنا ما نصورش إنسان يصلي ويقرأ القرآن ودعاء والكل بليس في... يعمل نميمة ويتكلم على العباد و, و... صحيح. أذي... ي... يعني يعطيك س... ما وقت انتم شكرتوها انا بابا انتم آ... يعطيكم الصحه ديما ت... ديما الكلمه الطيبه عندكم وديما حتى ولو مرامة مهيش آ... ما هيش ما عرفش انا تصلي وتصيم وحده الكل و... وعندها النميمه هي تحكي يعني آ... آ... حبيت وقتها باش نداخل نقول انا وقت اللي شكرتوها ما عجبتنيش يعني نعم هي ربي يهديها انا ربي, ربي ربي يهديها وبقى على حكايه ان ميما راهي حرام في الدين نعم. حتى واحد ماهوش يصلي بون ما فماش اي انسان ما تو العباد ربي يهدينا الكل ربي, ربي المراه اللي يقول كذي المراه الغيره كيف تغير امراه من تشوف واحدة تبدا تعمل عليها هذيك خايبه ومخيبها وذاك هذيك نعم سمره ولا ندرى شنو نعم هذيك المراه الغيره صحيح يا الصحه صلى الله عليه الصلاه والسلام على السيده عائشه حس غايره يعني غاضبه نعم قال لها الدعاء هذايا قولي اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من الشيطان واحد باش ينم على غيره هكا يعطيك الصحة أختنا فاطمة حرام وعيب نعم. وواحد يحشم ما نعرفش أنا واحد يصلي وقت اللي يقرأ سورة الفاتحة بركة فيها برشا حاجات فيها دعاء فيها برشا حاجات نعم يعطيك يعني صحة على التدخل وعلى احنا ديما نقولوا يعني التفاعل والتعليق وهذه المرة جانا تفاعل وتعليق بس بخلاف الأسئلة وحملتنا مسؤولية كبيرة وبارك الله فيك على المتابعة وعلى أنك معناها تحاول يعني تضيف من خلال الاستشهاد بالكتاب والسنة بارك الله فيك وربي يثيبك معناها ويؤتيك أجرا على ما تفعلين إذا كان عندك سؤال ولا أسئلة أختي فاطيمة مفتوح المجال تعليق حال يعني احيانا ديما نقولوا في تقديم البرنامج هكا ولا دكتور ده. انه نطلب التفاعل ونطلب التعليق وحتى النقد لما لا حال هذه فرصه معناها باش نكونوا يعني نقبلوا اي ملاحظه من قبلكم بصدر رحب وبارك الله فيها مره اخرى الاخت فاطمه على يعني ما أسلفت من القول إذا كان عندك تعليق قبل ما نرجع لسؤال سي إبراهيم من باجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده بدورنا نشكر أختنا فاطمة على معا. يعني تدخلها وتفاعلها مع الإجابة في الحلقة الماضية أيوة. حول الأخت التي قالت أنا يعني أصلي وكذا ولكن لي عيب هذه النميمة وأريد أن أتخلص منها فما كان منا الا ان يعني حييناها وشكرناها على يعني رغبتها في التوبه وصحوه ضميرها ووخز ضميرها لها فهذا يعني شان الداعيه الداعيه لا يسد بابا فتحه الله يعني لا يملك احد ان يسد باب التوبة يعني وبالعكس يعني أن الله لا يفرح بتوبة العبد إذا كان الله يفرح بتوبة العبد فما بالك بالبشر نعم. يهدي الله بك رجلا واحدا خير, خير لك من مما بزغت عليه الشمس وخير نعم. لك من حمر النعم ف يعني متعة هذا هذا العمل في الدعوة يا الله سبحانه وتعالى هي أن تحبب الناس في دين الله نعم. هي الترغيب لا الترهيب ف... التبشير وليس التنفير نعم. 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 والحكمه قال لمعاذ بن جبل نعم. وصاحبه قال له بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر نعم. وتطاوع ولا تختلف فالتبشير يكون في الدعوه نعم. تدعوه الى الله والتيسير يكون في الفتوى والتطاوع يكون في السياسه يعني نعم. في ما يسمى الان بالتفاهم أي. والتوافق والاتفاق وكذا المرونه والمرونه نعم والساعة وقبول الاخر نعم. فيعني اختنا فاطمه تلومنا ربما لماذا شكرناها نحن نشكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب يعني وقال له يا رسول الله اذن لي في الزنا انا احب الزنا واحب ان ازنى نعم. فهل وبخه الرسول صلى الله عليه وسلم لا هل عاتبه لا هل عتبه لا رغم اللي الصحابه نعم يعني كانوا مش يعنفوه نعم فهذا نعم آه نحن قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ادناه منه وقال له هل ترضاه لامك؟ قال لا هل ترضاه لاختك؟ قال له هل ترضاه لا هل ترضاه هل ترضاه لزوجتك لبنتك يعني سرد عليه كل محارمه حتى قال يعني آه خرج من ذلك المجلس وليس يعني شيء أسو آه يعني آه ابغض الى قلبه من الزنا نعم فيعني في هذا البرنامج هناك منهج يعني وبحمد الله البرامج الان كثيره سواء كان في تونس او في خارجها منهجنا في هذا البرنامج هو التيسير والتبشير نعم. هذا هو برنامج المنهج نيسر على الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اختار شيئين الا ما خير بين شيئين نختار ايسرهما ايسر. ما لم يكن اثما فنحن يعني ناخذ بالايسر أكثر من الأحوى. ونحاول الترغيب نعم. حتى كان الإنسان يعني يقترف خاصة في, في هذا الزمن نعم معناه بالمرونة والسلاسة نعم ف... تستقبوا ماذا س... سنجري عندما نوبخها هي نعم. سألت قالت أنا يعني عندي هذا العيب والنميمة شيء والغيبة شيء آخر صحيح. ما ذكرت أختنا فاطمة يتعلق بالغيبة أي. الغيبة هو كون الإنسان يغتاب يعني شخص آخر في غيابه عارف. أو يذكر أو يذكر عيوبه أو شيء يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه والنميمة هي أن الإنسان ينقل الـ 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 الحديث الكلام بغاية يعني إغار الصدور نعم وقلنا أن هذا مسألة خطيرة وتداعياتها خطيرة على المجتمع صحيح برمته قال الرسول صلى, صلى, وسلم صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قيل وما داء الأمم رسول الله قال الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا يقول تحلق الشعر ولكن أو الرأس ولكن تحلق الدين نعم فيعني في إغار الصدور والتفتين بين الناس والتوريش هذا كله منهي عنه هو محرم، وبذلك يعني مع هذا الـ 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 الامر يعني رغبناها في التوبه، نعم نعم فليس دورنا كون نقدم ترسانه من الزواجر ومن النواهي ومن الوعيد، فهذا امر ولكن مع ذلك بينا لها ان هذه محرم وانها يعني مساله غليظه ومحرمه وسقنا الادله. ومرحبا باختنا فاطمة وامثالها وبارك الله فيها على حرصها نعم وتفاعلها مع هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وتفاعلها مع نعم. الاجابات ونحن هذا يعني منهجنا هو التيسير والتبسيط يعطيها الصحه نعم. وشكرا لها ولجميع المشاهدين على المتابعه آه نرجع لسؤال سي ابراهيم من باجه حول آه من آه يعني آه زوج شقيق زوج شقيقته الذي توفي ولم يصلي هل لها ان تصلي يعني سميتها ان تسديد ديني اذا دي كان صحت العباره هي العبادات يعني الاصل فيها على على ثلاث اصناف كما نعم فسرها نعم يعني شهاب الدين القرافي في, أيوة في كتابه الفروق المالكي يعني يقول أيوة ان هناك عبادات ماليه محض نعم مثل الزكاه ماليه هناك عبادات بدنيه محض مثل الصوم والصلاة مئة بالمئة بدنية بدني وهناك المركبة مثل الحج فيها المال والبدن نعم فبالنسبة للعبادات المالية تجوز فيها النيابة بالنسبة للعبادات المالية المالية, المالية ينجم إنسان يكلم شخص يقول له خرج لي زكاة نعم خرج يكلم ابنه يقول له خرج زكاة بتاع الغنم أو زكاة الماشية أو زكاة الزرع نعم كذا فبالنسبة للعبادات المالية نعم فيها زكاة وبالنسبة للعبادات فيها نيابة دكتور نعم فيها نيابة مثل أي. الزكاة تو البدنية والمالية البدنية والمالية الحج زاد تصح تصح فيه بقى العمرة نعم بقيت العبادة البدنية هذه الأصل كون لا يصلي أحد صليت. على أحد آه ولا يصوم أحد على آه أحد, أحد. فباستثناء من مات وعليه دين من مات وعليه دين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلح. أرأيت إن كان على أمك دين على أمك دين قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال نصوم عنه قال صوم يعني رجع تلك الايامات فهذه مساله خلافيه بين العلماء. وهذا هذا ينطبق على الصلاه ولا فيما يعني حديث هو قصر الرسول صلى تقصيرا بالغا في هذه المساله فقصر تقصيرا بالغا تسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه وطلع. والمغفره وتتصدق عليه وتصلي بذلك على القول الذي قال بجواز مثل هذا الامر حتى يعني فما قول يقول لاني نعم كان عليه دين ولكن و... هذا كان يعني لا يصلي. نعم. لا يصلي. نعم معنا على الخط الان الاخت نوال من المرسى السلام عليكم مختي سلام عليكم اختي نوال السلام عليكم مع السلامة مرحبا بك تحياتنا بيك. ليك نعم. تفضل نوال قداش عندك من سؤال انا عندي سؤال واحد سؤال واحد فعلا. تفضل الواحد أه انا بلي عندي ثلاثه صغار أه ربي يفضلهم يعيشك رب أه اربع سنين وثلاثه سنين وعام ونص ايوه وهلا فقط بروحي انسان حامل في لحظه وش وما خممتش في نهارها معناها ايوه مشيت مشيت للطبيبه اعطتني دواء طيحت شوي ايوه بعد بنهارين عاود بعد بنهارين عاودت رجعت نلقى الصغير مازال ما طاحش. ايوه. قلت لها مانيش ما قلت لها ما من ناحيته. ايوه. يا اخي في الايامات هذوك ما عاود طاح الصغير. ايوه. أه... قديش عمره الجنين يا اخي يا نوال نعم الدكتور تسمع فيه شنو سالك تفضل دكتور الجنين قديش عمره اللي انت حاولت تعمل اجهاض بتاعه قديش عمرها النوط 17 يوم 17 يوم اي 19 يوم 19 يوم أيوة. 19 يوم اي طيب نسمع فيك نوال انا انا حسيت روحي عملت غلطه كبيره على الاخر وما أيوة. عارفه كيف مفهوم السؤال نعم مفهوم السبب السؤال السبب شنو الدافع اللي خلاك انت باش تعمل الاجهاض هذا؟ انا والله ثلاثة صغار معناها تعبة فيهم شوي ثلاثة صغار وكيما نقولوا على روس نش... انا ما نحسش اللي عندي عذر معناها كبير اما مم. انا متخرجة عام 2017 وعام 2017 كل عادة فقط بروحي حبلة و... وانا ما نقرا وقتها ما نجمتش نحيه الصغيرة ذاك كي بقيت حتى كي في خدمه وكل ما شيء ما يجيتش لقيتش بحكم نزيد حتى تويك معناها مش نزيد نبقى حبله ونزيد معناها اللي نستناه يكبر شوي ما عادش معناها جمله على هذا كان نعم نعم نسال فماش فماش حاجه انا تويك في الايامات هذوما تعبه تعبه شوي على الاخر تعبه نفسيا تعبه لباس لباس لا باس لا باس يا اخوي نوال, نوال تفضل تفضل دكتور اه معك دكتور اختنا نوال يعني الجنين القول يعني حتى القول القول الاعسر بالنسبه للذين لا يجيزون الاجهاض فيه الأربعين يوما في طور النطفه فما بال القول الاخر كونه اربع شهور يعني 120 يوم اما انت ما صار في في خلال 19 يوم يعتبر نطفه هذا ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوم النطفة ثم مثل ذلك علقه ثم مثل ذلك مضغه ثم يرسل اليه الملك ويكتب له رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ينفق فيه الروح يعني بعد يعني 120 يوم باش يعني هذا على القول الموسع القول المشدد 40 يوم او 42 ليله، انت 19 يوم يعني يعتبر نطفه هذه تم اسقاط اسقاط نطفه والاعذار ليست فقط صحه الام يعني كيف تكون عندها اربع سنين وعام ونص والجنين الاخر الطفل الاخر قداش عامين ايه ولا ثلاثه آه يعني اربع سنين وثلاثه وسنين وعام ونص ايه ايه يعني كاد يكون يعني وهي تبحث عن عمل وكذا نعم فلا لا لا شيء عليك في مثل هذا الامر يعني تستغفرين فقط وتتخذين الوسائل العلميه والطبيه المتاحه قبل قبل وحصول الحمل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الصحابيات كنا نعزل على عهد رسول الله والقران ينزل العزل يعني او الطرق الموجوده الان من التعقيم المؤقت هذا هذا جائز التعقيم المؤقت او استعمال الاله او الحبوب التي تؤخر الحمل او شيء هذا جائز حتى لا تقع في قضيه هذا اسقاط الجنين كل مش كل مره هي أو اول مره لما حاله وليست الاعذار فقط كون الناس يعني قله اطلاعهم على المدونه الفقهيه وهذا غريب حقيقه كون العذر اللي هي تعارضت صحه الام مع صحه الجنين مش كان العذر هذا يعني وضع الناس يعني الناس الذين تقول هذا الكلام يعني هناك فقه الواقع الفقيه ما يحلقش في المريخ راه يعني الناس الان مصاريفها كثيره يعني, يعني. ما علاش ما يجيبش الإنسان 11 صغير و12 صغير ما نجمش ينجم ولكن هناك فقه الواقع واضح. يعني كون ما نجمش الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قله العيال احد اليسارين عندها اطفال هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيله نعم. الغيله كون الام تحمل وتكون هي زالت مرضعه أي. الغيله يعني كون يقول يدرك يعني حث على تباعد بين الولادات بين الولادات نعم. هذه كلها امور يعني خاصه هي 17 يوم هذه تعتبر نطفه اذا ما ما تقلقش روحك ياسر اختنا نوال وما فما لا اسم عليك ولا باس الحمد لله هي نطفه مين حاجه تحسها معناها لا هذاك احساس الامومه اما نحكي احنا على باكية اللي باقي معناها نفس النطفه اللي معناها اول مره تبعثت هذه حاجه باقيه تكبر, فيه. تكبر فيها لا تكبر وفيها حياه وفيها فيها حياة لكن ما روح. أحنا ما فيهاش روح. ما روح اختنا نوال. تقول تولي جنين وتولي معناها. يا اختنا نوال تسمع تسمع الدكتور. بعد أوه. 120 يوم. اسمع الدكتور الحياة. الخلية. موجودة بارك الله فيك. موجودة في الحياة موجودة في الأشجار، نعم. موجودة في الطيور، موجودة في النباتات، في هذيك تتسمى حياة. الروح شيء آخر، الروح راهي يعني مسألة ربانية، الروح يعني اللي ياخذ الروح ففي في روح يتقبل الامر، ديما الروح تذكر في القران تذكر مع الامر، تنزل الملك والروح فيه، يعني باذن ربي من كل امر، يسلمك الروح من امر يا ربي، يعني ها. الروح يعني الانسان يصبح قادر باش يحمل الامر الالهي والتكاليف الالهيه، الروح راي حاجه والحياه شيء اخر، الحياه موجوده في النطفه وبالمجهر بالميكروسكوب تشوف النطفه عندما تلقح البويضه وكذا هذيك كلها حياه وليست روح. الروح امر اخر الروح اللي يعتبر ازهاقها قلت لك القول الفقهاء كانوا بعد اربع شهور وقول اخر اللي هو الاشد والاحوط والاورع هو 42 يوم هذا قول وهذا قول انت في 17 يوم او 19 يوم هذه ما زالت في طور معلو. النطفه ثم هذا يعتبر عذر وجيه وضح. الا عند الناس الذين يكبرون او يعتقدون ان هذا امراه يعني عاطنا العمل ويعلم يا رب شنو ظروفها ولديها ثلاث ابناء اطفال في طور الرضع كي كدي يكون يعني الا احدهم فهذه لا تستطيع أن نقول نعم. لها هوني عليك ولا نعم. بأس ما فما حتى شيء وانسى تستغفر الحكايه وتتوب. تستغفر وتتوب وانسى أو الحكايه أو وهي في هذه في حد ذاتها نعم. دم يعني ما هناك اناس الان يعني تقتل الاجنه في, في عمر متقدم وكذا ولا ولا يعني ولا يتحرك لها جفن كما يقال نعم. فاذا كان تم اسقاط الجنين بعد التخلق وبعد يعني النفخ الروحي فيه هذا وقتها تولي فما كفاره باش تصوم شهرين متتابعين نعم. الغره الغره اللي هي نصف دية الـ الأم الـ يعني عشر دية يعني بالنسبة بالنسبة للمرأة عشر دية المرأة باش ما يدخلوش في تفاصيل نتاع نعم. الدية معناها اذا كان قبل كانوا يقدروا يقدروا يا اما هذا هذا معناها اللي بعد ما فات اربع شهور ويقع أسقاطه يا اما الكفاره بتاعه يا اما شهرين ولا. لا مع بعضهم اه مع بعضهم 10 يعني يعني ديه يعني 10 عشر ديه 10 10 نياق هكا نقولوا بالنسبه للمراه خمسه جوهر. خمسه خاطر ناقة ديت المراه خمسه لان فما اقتتلت من هذيل يقول سيدنا ابو والحديث واحده منهم حدفت الاخر بحجره وكانت حامل فيعني اسقط ذلك نعم الجنين نعم فامر الرسول صلى الله عليه بالغره يعني لان نعم جنايه على المولود هذاك نعم رب سبحانه وتعالى يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فقضيه الاجهاض هذه يعني حسم فيها منذ القديم نعم اذا كان يعني تعارضت مفسدتان المفسده الاولى هي جنين بشيء يضيع والمفسده الثانيه هي الام بشيء يضيع نضحه بالفرع في سبيل طبعا الاصل طبعا هذا في حالة ما إذا الجنين يعني اكتمل وتخلق ونفخت فيه الروح، في حالة ما إذا ما زال في طور النطفة هي عبارة انسان ألقى نطفته خارج, خارج الرحم. نعم. واضح دكتور، تو آه، نرجعوا لموضوع الديه آه، باش نوضحوا اللبس آه، ربما الواقع في أثان برشا مشاهدين من خلال اسئلتهم نعرفوا هذا. آه، آه، الآن إلى الجم من ولاية المهدية ومعنا الخط الأخت حسناء. السلام عليكم أختي حسناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم يعني الصحة على البرنامج القيم أنا من جزيرة الأحلام جربه. أه من جربه، سمحني جزيرة الأحلام تحيتنا ليك مشاهدينا اللي في جربه واللي من جربه الكل في ح... شتى أنحاء العالم، آه بارك الله فيك على هالتحية هيك. القيمة، وتفضل أختنا حسنة المجال مفتوح ليك لطرح ما شئت من الأسئلة اللي هما قد نسألوكم. يعطيك يعني الصحة بارك الله فيك أنا عندي سؤال لكن جاء سؤالك على الطائرة تفضل في بالي تفضل إيه ونصيحة نحبها من عند الدكتور لضيوف الرحمن إن شاء الله إن شاء الله نبدأ بالسؤال الأول ما ايه؟ أيوة. عندي شوية كذب وفضة حبة زي نقسمهم لوليداتي قبل ما نزور بيت اه بي يا لندرة ما تلبسوا المرأة للمرأة وإلا نقسمهم لوليداتي وبنياتي معناها بالعدل. بالعدل, هذا السؤال الأول السؤال الثاني يا اختنا أيوة. حسن السؤال الثاني والله انا عندي مده توا 45 سنه الحق نضحي نذبح ضحيه في العيد أيوة. لكن خاطر صحتي بدات نتعب ومع السنج اه تذبح بيدك تذبح بيدك ويقول... معناها ايه ناخذ ناخذ كل عام معناها عندي مده عامين ولا ثلاثه ناخذ طري في الحم معناها ما نضحيش ناخذ طري آه، في الحم ونعمل به العوايد الكل لكن م. اللي يدخل الدار الكل ياكل منه فهمت يا هند هذا حلال ولا حرام معناها من ناحيه صحيه ماهوش معناها ماديا معناها صحتي ما تسمح باش نسارع هكا علوش وواحد نعم واضح 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 الله يبارك هذا السؤال الثاني الثالث مش السؤال هو الثالث ماهوش السؤال أبقاني دالي حجاج بيت الله الحرام ان شاء الله 2019 نحب نصيحه من عند الدكتور فيما يخص النظافه النظافه راهي من الايمان صحيح واذا احنا معناها كلمه ضيوف الرحمن كلمه كبيره برشا صحيح آه ماذا نصيحه من عند الدكتور لضيوف الرحمن يحافظوا على نظافة وخاص نظافه الحاج معناها سلامه الحجاج الكل واضح واضح وان شاء الله نقولوا احسن ضيوف الرحمن في 2019 واحسن سفراء البلاد من, من جميع النواحي ان شاء الله هذه بنخليها إن شاء الله للدكتور وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة على البرنامج القيم أنا راني زي نسمى معناها صديقة وفية إلى هذا البرنامج وكرمني ربي شاركت مرات الحمد لله. معكم يعطيك صحة. الصحة حتى احنا ربي ربي تحية كبيرة كبيرة وجميلة الى جنود الخفاء ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم بارك الله فيك فيك وهم بدورهم عين. جنود الخفاء الكل يحيوك واحنا زاد ربي اكرمنا بالمكالمه نتاعك آه يعني. ان شاء الله عند حسن ظنكم تكونوا دوما آه دكتور يعني. آه باش تحب نبداو نبداو ساعه هل من تعليق على الكلام الطيب نتاع اختنا حسنه ولن يعني هذه شيء غير مستبعد من امراه تعد العده لتقصد بيت الله الحرام نعم ان شاء الله يعني ربي يبلغها مقصدها نعم ويرزقها الحج المبرور والتجاره التي لا تبور وان تعود من حجها يعني سالمه غانمه كيوم ولدتها امها امين يا رب العالمين وهذا كل يعني من بين تيسير الله سبحانه وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون يعني عند ظنها بنا وعند حسن ظن كل الساده المشاهدين, المشاهدين الكرام ونحييها يعني من دام عرجنا على محور حج هات نتوكل على الله في النصيحه نبداو بها نعم لانه آه آه تبارك الله الدكتور معناها سبق لك انك اديت يعني هذه الفريضه العظمى والاكيد انه عندك العديد من الملاحظات لا تسع المجال لذكرها ولكن اخذا بخاطر اختنا آه حسنه فيما يتعلق بالنظافه بنظافه الحاج ومحيطها ما يسالش تحب على نصيحه ناخذ بخاطرها بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه الداء هو عاده يعني ملاحظاتي دونتها نعم. أنا يعني كتبت ولم انشر بعد يعني كتبت يعني ان شاء الله تنشر في القريب و... العاجل تعميم الفائده دكتور نعم موسم الحج بين الموجود والمنشود, والمنشود. نعم يعني, هي يعني العنوان يعني الواقع والتحديات أيوة. وتحدثت فيه يعني ذكرت فيه شبه دراسه وصفيه أي؟ قريبه لليوميات نعم ولكن فيها ملاحظات ومقترحات و دراسه نقديه يعني هكذا ان شاء الله تعجل بطبعه واصدار الكتاب باش تعم الفائده على الجميع نعم ما تنساش يعني تسهمنا بنسخه معناها باذن الله <applause> نشريوها بفلوس مش لازم هذه الكتب في تونس لا أيوة <الكتوب> بتونس <applause> أيوة ده وان شاء الله تقرا الكتب نعم, نعم <applause> طيب ثم يعني من من كون يوم الغد ان شاء الله يوم السبت وزاره الشؤون الدينيه يعني تعد لقاءا يعني بالبعثه الرسميه للوزاره خاص بالمرشدين هي نعم. كلها ورشات عمل خاصه بالمرشدين الدينيين ولجنه الاسناد وكذا وقد يعني طلبت الي الوزاره ان اقوم بمحاضره يعني وكلمه وجهها للساده المرشدين الدينيين والفريق والبعثه نعم. الرسميه من حسن ملاني نعم نحسن الصدف نعم حسن ان شاء الله بالموضوع. يعني النصح هو يعني ثقيل على النفس صحيح فنعم الحاج يعني ثقيل على النفس المتقبل ثقيل على النفس المتقبل <applause> لان رحم الله امرا اهدى الينا عودنا عيوب. فالحج ليس فقط يعني هو مجرد طقوس وكذا هناك سلوكيات لابد أن يتوخاها الحاج فما قيمة الحج إذا كان الحاج لا يصبر نعم فجد يعني حقيقة هي سلوكيات ربما مرضية سلوكيات غير مرضية وغير يعني معقولة تدافع مثلا أمام المصاعد في, في الإقامات, في الإقامات نعم يعني مثل مسألة النظافة عدم حرص على النظافة إيذاء لأن يعني تجد الغرفة فيها خمس خمس أشخاص مع بعضهم. خمسة حجة. فكيف يعني يحج المسلم وهو يؤذي يؤذي أخاه؟ تجد يعني تدافع أحيانا لاستلام الحجر الأسود وفيه حتى أذى يعني تجد يعني حتى من بعض المفتين أو الموجهين من يعسرون على الناس يقول له لا أنت رميت في وقت غير مناسب وحجك باطل. يا اخي اذا كان سنقول مثل هذا القول ما الطوابق اللي عملوهم في في الرمي نهدموهم وترجع ناس يعني تداس بالاقدام ده شوف قديش من انسان ومئات يعني الضحايا يعني اللي صارت في مده يعني في التدافع في موسم في 2015 على ما اذكر نعم. يعني صار في عديد المواسم في الرجم يعني صار تدافع كبير ويعني ادى الى أدى إلى كارثه إلى بشريه نعم كارثه بشريه يعني نعم. هذا كله دليل على ماذا دليل على نحسبهم عند الله نعم هم يعني حجاج من نعم. دينتهم جنتهم ان شاء الله الرسول يعني صلى الله عليه وسلم يعني عندما توفي احدهم حاجه قال يعني لا تخمروه ويعني انه يبعث يوم القيامه ملبيا يعني يبعثك على الهيئه التي قبض فيها بحول الله بحول الله. عديد النصائح التي نريد ان نوجهها لحجيجنا الميامين اولا ان يتحلوا بالصبر ان يحافظوا على الرفقه الطيبه رحابه الصدر رحابه الصدر يعني تجد احيانا تعسف تجد ضجر يعني تجد احيانا عدم فهم للامور يعني احيانا الانسان يكون في عرفات يقول لك اش ما هزيتوناش العرفات انت راك في عرفات يعني ماشي بالو عرفات هو جبل الرحمه غادي نعم. كي ما طلعش جبل الرحمه هذاك عرفات وأحيانًا يعني يمشي المسجد نمره ومسجد نمره خارج على 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 عرفات نعم. فما حدود عنده عرفات احيانا ما يمتثلش للتوجيهات احيانا يشدد على نفسه يقول يا اخي لا انا باش نرمي يا اخي هذا الحج الان خرج عن المذهب نعم اذا كان باش نطبقوا المذاهب الان ما كما قلنا يعني نجيب نوق كل حد يجيب ناقه يرجم عليها خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم حج الرسول الحج على على, ناقة. على الناقه نعم ف يعني الحج الان باش تمشي الامور لازم ناخذه بالايسر صحيح ناخذه بالايسر باش الناس تحج حج يعني ناخذه ناخذه ون بالايسر ونركزوا على نظافتنا وعفافتنا نعم. الظاهريه والبطنية،, والبطنية نعم ما لا يليق بالحاج فحش القول لا يليق بالحاجة يعني لا يليق خاصة بعد النفرة من من عرفات نعم. والخروج يعني إلى المزدلفة وإلى إلى ميناء مهي. والازدحام، ثم جزمع. أمور زاد تنظيمية ترجع حتى للجهات المعنية، نعم. ما يعني مسألة ما النظافة ما تنجمش تط... الحاج يكون نظيف ولكن يا أخي مع معظم الحجاج يعني طاعنين في السن واضح مع تلقى مثلا دورة المياه عالية عليه مهي. في في عرفات في في ميناء في كذا ما ينجمش وطوابير تلقاه هذه لا لا, لا نعم ننصح بال... اذا بالصبر والاحتساب نعم آه يصبر حتى كان ثم مظاهر اللي هي نعم أمور الناس مش مسؤول عليها يزم ان يسروا للحاج ما يجيش مثلا الحاج احيانا الحشايا الجراية تكون هكا جويد تلقى حاج حاط ثلاثة مع بعض والاخر مش لاقى على هي الصبر فكل الايام هو جهاد جهاد الحج جهاد نعم. شوكة فيه يعني بلا بلا, بلا سلاح, سلاح. واضح واضح دكتور ان شاء الله نرجع له الموضوع يستحق حلقه ممكن ثلاثه ولا اربع حلقات آه قالت عندي شويه ذهب وشويه فضه آه نحب نقسمها على اولادي وبناتي بطبيعه الاولاد تشمل هؤلاء واولائك آه هل آه لانها حلي ومسوغ تمشي كان للبنات ولا تتقسم بالعدل دكتور هي في قائم مم. حياتها قبل الحج وما تعرف احيانا الواحد يقول خلينا ننظم اموري على ميتي هو جرت الاعراف العرف نعم ان يعطوا الذهب للبنات خاص؟ نعم خاصه في الجهات في الساحل في جربه عند الجهات التي يكثرون من نعم شراء الذهب وحتى أي يعني الذهب التقليدي وكذا أيوة وهذا العرف يتصادم مع الشرع أيوة لان اما ان تكون هذه هبه فتعطيه مثلا ترات الابناء تعطيهم اشياء اخرى وتعطي البنات ذهب نعم وهذه هبه في قائم حياتها فما فرق الهبه شيء واذا كان هي وصيه الهبه والعطيه شيء والوصيه شيء اخر مم. الوصيه يعني لا تكون لوارث وبناتها ورث ما تجيبش توصيلهم ولا تزيد على ثلث واذا كان لا قدر الله الإنسان يعني مات فهذه تاخذ حكم التركه اي, أي واللي تقسم مم. على الذكور والاناث واذا كان زوجها حي او شيء لا قدر الله يعني مجرد كلام فقط نقولوه فاذا كان هي من باب العطيه تعطي كل كل بحسب حاجته فالمطلوب هو العدل وليس المطلوب هو المساواه أيوة العدل كون في العدل في العطيه كون تعطي كل حد ما يستحق هذه مثلا فتاة لم تتزوج تعطيها أكثر قليلا هذه فتاة مريضة تعطيها هذا ابن معوق هذا كذا يعني نعم. هذا مش هذا هذا كم... ابن ميسور الحال مش كما مش كما اب... ابن يعني عاطل العمل يعني كما قلنا اسرته كبيره صحيح مهم تراعي. جدا مبدا مبدا الفرق بين العدل والمساواه المساواه كما مش تعطي كل واحد منهم مثلا 10 غرامات ذهب هذا عدل بينما المساواه تعطي لهذه لانها يعني لا 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 المساواة انك تعطي كل واحد 10 جرامات نعم اما العدل حاجة, حاجه اخرى تعطي حاجه كل حد ما, حاج ما يستحق حسب حاجته وحسب يعني ما ينفع لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت نعمان بن بشير وقال يعني البشير ذهب لزوجته قال قد يعني نحلت ابني هذا نحن اعطيته عطيه فقتل لا ارضى عنك حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل لديك عندك ولا اخرين غير نعمان ولا قال نعم قال قال هل اعطيتهم اعطيتهم مش كما اعطيت ولدك هذا قال لا قال لا اشهد على جور يعني ما شهدش على ظلم وحيف واختلال قال اعطيهم مثل هذا بالنسبه للعطيه بالنسبه للوصيه اذا كان هي تفكر توصي بعد وفاة لا هي قالت نحب نقسمهم قبل الحج قبل الحج يجوز لها ان تعطي يعني للذكور والاناث لان هذا عرف والعرف في الشرع له اعتبار وعليه الحكم قد يدار اذا كان العرف هذا لا يتصادم مع الشرع ولكن هذه الأعراف يعني أعراف فيها حيف وظلم فتعطي وتهب للجميع الجميع. وتراعي كل أحد كل واحد وحال نعم هذا هو الحل الأمثل نعم. آه تقول أني كانت آه يعني على مدى 45 سنة تضحي يعني آه في الـ في الـ في عيد الأضحى ولكن نظرا لعدم قدرتها على أنهي قالت هي بالعبارة المحبة تفارع علوش وكذا وتعرف يعني آه تحب له برشا جهد وبرشا تعب من بدايته اللي يعني تكتمل الأضحية معناها فيها تعب ويلزمها برشا مجهود فما عادتش تضحي ولكن يعني قالت هي تقتني اللحم وتقوم نفس المراحل ونفس الأمور ويتلموا عندها العائلة والأقارب وياكلوا منه على اعتبار أنه معناها حاجة بيظفرين على العادة أي على العادة أي برشا يعملوا هكا دكتور شنو رايك؟ الاولى اراقه الدم يعني نعم في الاضحيه خاصه للقادر نعم للقادر عليها يكره تركها للقادر عليها نعم فهي سنه مؤكده وحتى ميناء تسمى ميناء لما يمنى فيها من الدماء كانت تعقر بها الهدي نعم. بالغ الكعبه أيوة ثم الاضحيه يعني يكره تركها مع القدره عليها يعني اذا كانت هي قادره على ثمن هذه الاضحيه بالنسبه لها ولاهل بيتها فتاتي بهذه الاضحيه وتستاجر من يقوم بهذا الامر نعم بذبحها وسلخها وتقطيعها وكذا وتعطيه اجرا، سيدنا علي بن ابي طالب كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوم على بدنه وقال له لا تعطي جازرة منها شيئا نحن نعطيه من عندنا، قالوا جيب جزار يذبح هذه البدنه ويعني لا تعطيهم منها شيء لان يعني يولي اقتطاع رصي جزء من الاضحيه على اساس كانه اجره. وهذا لا, يصح نعم. وانما قلنا نعطيه من عندي نعم احنا أيوة. نقدا فهذه يعني تضحي واذا كان هي تقصد كنت نضحي يعني ان تذبح الضحية نعم. مباشره فهناك جاريه يعني لكعب بن مالك كانت بالسلعه في جبل في المدينه وسقطت لها شاة وادركتها بحجر حاد فذكتها ذبحتها بحجره أيوة. أيوة. يعني فأ... اقر الرسول أقرر على اللي. الرسول قال لا باس بها فكلوها هذا في حديث في سبيل يعني سبيلسة. المراه تـ تدبح. المرأة يجوز سيدنا أيوة. ابو موسى الاشعري كان يعلم يعلم بناته ان يذبحن اضاحيهن بايديهن واضح نعم هذا جائز واضح آه آه من نفيضة من ولايه سوسه معنا الخط والمكالمه آه هذه ان شاء الله الاخيره الاخ بن ضياف عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك مرحبا بك انت وبارك الله عايش. فيك على الاتصال عايش. عايش. آه تفضل المجال مفتوح ليك إيش آه عندك من سؤال؟ سؤال واحد سؤال واحد, سؤال واحد. تفضل آه. انا قلت لك انا حساك عندي جال تمرير ربي يشفيك ان شاء الله ويعافيك وربي يفرج عليك بارك الله فيك امين اخي عاد حبيت نسال على الصلاه اخي نصلي بالقاعده انا براسي معناها نركع ونسجد نسجد معناها لك علاش حبيت نسال يعني الامر يجوز ولا به واضح السؤال تفضل دكتور نقول أه نسال الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل ونجع يكون هذا مرضه طهورا ان شاء الله ان شاء الله وكفاره لذنوبه ويعني يصلي على الحالة التي يستطيع إذا كان عاجز عن القيام يصلي جالسا نعم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بن حسين قال أصلي قائما فلم تستطع فيعني قاعدا فلم تستطع فعلى جنب ولو مستلقي ولو على فراش ولو على سرير ولو بالإيماءات كما نعم. ذكر حسب الاستطاعة وهذا ما يسمى فقه الاستطاعة نعم. اتقوا الله ما استطعتم حتى نزل يقول بعض أهل التفسير أن هذه الآية ناسخة لاتقوا الله حق تقاته نسخت باتقوا الله ما استطعتم نعم. حسب الاستطاعة وحسب القدرة فيتوضأ ويستقبل القبلة و أو يتيمم إذا كان ما عندهش قدرة إذا كان ما و... عاجز على التيمم أو عاجز على من يعني يستدعي من يناوله الماء ومن يدير به كرسيه أو فراشه أو شيء للقبلة إذا عجز عن هذا وذاك سقط عنه الأمران نعم. ويصلي ولو كان لم يجد أحد من يناوله الماء ولا كذا يصلي على الحالة التي هو عليها, عليها. ويوم حتى إماءات يعني بي ولو بيده أو برأسه أو يعني ولو بعينيه نعم ولو يمر الصلاة يعني ألفاظها وأقوالها وأفعالها يمررها على قلب هي في حالة العجز نعم في حالة العجز المهم إذا لا بأس بذلك بالنسبة للأخ بن إن شاء الله يعني من في يصلي على الحالة ليستطيعها نعم. معناها نعم. آه شكرا لك دكتور على هذه الاضافات القيمه على هذه الاجابات الضافيه والشافيه شكرا لكل من اتصل بنا ايضا لكل من حاول الاتصال بنا شكرا للفريق العامل معنا آه نذكركم بوسائل الاتصال والتواصل رقم الهاتف 00 93 438 ثمانية العنوان الالكتروني اسال اتنيوزيا تي في نقطه تي كما اذكركم ان حلقات البرنامج لكل المواسم موجوده على آآ مواقع آآ موقع تلفزه تونسيه الوطنيه 2 ايضا الوطنيه 2 ريبلاي وموقع اليوتيوب في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته